الديوانية. اليوم الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت تنظم فعالية تحت اسم يا حلو تراثنا بالتعاون مع فريق إكسبو. نبي نعرف تفاصيل هذه الفعالية، الأنشطة اللي فيها معانا عبر الهاتف في برنامج الديوانية في إذاعة وتلفزيون المرينة المهندس وليد خالد المجني. مساك الله بالخير وليد، هو المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للصناعة. مساك الله بالخير مهندس وليد. مساكم الله بالنور والسرور، يا هلا ومرحبا أخواني وأختي، ومسي عليكم وعلى السادة المستمعين الكرام بالخير. الله يحفظك. الله يحفظك. على الهواء، على الهواء اخوانك موجودين، تحت الهواء اختك هزار اللي اخذت الاتصال. يعني نتكلم من ديش دايركت. انت على الهواء. اول شيء اتوجه بالشكر الجزيل حق اذاعه مارينا اف ام على هذه الاستضافه الكريمه. حياك الله. ولو الود ودي اقول لكم حياكم الله، تعالوا وسعوا صدوركم بالهيئه العامه للصناعه واخذوا جوائز مجانيه وسمعوا هالغطاوي الكويتيه. هذا اللي تعطينا مهندسنا، تعطينا الفكرة أكثر. هل هي الدعوة عامة؟ النشاط شنو؟ الفعالية بالضبط شنو؟ طبعاً الدعوة عامة. أول شيء الله يسلمك، معرض يا حلو تراثنا يعتبر ضمن فعاليات وأنشطة الهيئة العامة للصناعة لعام 2023، وبالتعاون بمشاركة كريمة من فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرف والمبدعين الكويتيين. وانطلقت هذه الفعالية اليوم من الاعتبار من الاثنين وحتى الاربعاء، خلال الفتره من 4 الى 6 ديسمبر 2024 لمده 3 ايام. حلو. تبدي من الساعه 8:30 الصبح للساعه 12:30 الظهر في ساحه مبنى الهيئه العامه للصناعه بجنوب السره منطقه وزارات. وحياكم الله، وحق مستمعينا الكرام دعوه عامه لكم جميعا. مهندس وليد، يعني فريق اكسبو 365 فريق متميز يعني بالتراث، والاميز احتوائكم لهم في الهيئه العامه للصناعه لاقامه مثل هذا التظاهره، مثل هذه الفعاليه بشعار يا حلو تراثنا. شلون صار هذا الاندماج بينكم وبين هذا الفريق المتميز؟ أول شيء شهادتي فيهم مجروحة. صحيح. الأخ المنسق العام محمد مالك ومالك، وهم أعضاء دائمين بالمجلس العالمي الدولي للحرف. صحيح. فأنا يعني أتشرف وهم مفخرة بمشاركة أبناء الكويت اليوم في هذه الفعالية صراحة، وهم أحد مؤسسات المجتمع المدني. فاليوم بالتعاون مع فريق شاركوا معنا في هذه الفكرة بفعالية اللي اخذت عنوان يا حلو تراثنا. صحيح. بعدد ما يفوق 50 عضو، وهم اجمالي عددهم 180 عضو، لكن اليوم شاركوا 50 عضو في الفريق، قسمناهم على 40 جناح او بوث من مؤرخين، باحثين، اصحاب متاحف خاصه، هواة، خطاطين ونحاتين ورسامين، وبعضهم اللي يعملون بالتشكيل على المعادن. صح. واصحاب الحرف الكويتيه والمهن القديمه والمبدعين صراحة. يعني اليوم أشعلوا ساحة الصناعة الحرفية واليدوية. الهدف من احتواء مثل هذه التظاهرة مهندس وليد، تعطينا فكرة الهدف اللي تبون توصلوا له من خلال هذه التظاهرة؟ إقامة أعتقد مثل هذه الفعاليات من الدرجة الأولى أكيد المحافظة على الهوية الوطنية والتراث الكويتي. بلى. بالإضافة أن احنا قاعد نحاول قدر الإمكان أن احنا نلقي الضوء على الحرف اليدوية الأصيلة مثل الخراز والبساز والمجني وغيره، ومن المهن التراثية القديمة البناي وغيره، وما تعكس هذه الحرف والمهن من أصالة لهوية المجتمع الكويتي، وهي بنفس الوقت فرصة لمشاركة ودعم وكشف الشباب عن حرف الشباب الكويتي، عن الحرف اللي هم يمارسونها. وهالشيء اي ضمن الجهود المبذوله من قبل المسؤولين بالهيئه العامه للصناعه لتوعيه المجتمع من جهه ودعم العاملين من جهه يعني اخرى. المعروضات اللي راح تكون موجوده فقط للعرض مهندس وليد، ولا حتى اللي ممكن يتجول ممكن يقتني شيء من المعروضات؟ ممكن في ناس قاعد يشتغلون باليد، ممكن يشتري منه. ممتاز. ممكن يطلب منه خدمه، ممكن بس يطالع المقتنيات، لان بعضهم يشتغل حرفي باليد وصاحب متحف بنفس الوقت. صحيح. يعني ما اقول لك سبحان الله، مجرد النظر للمقتنيات القديمه اليوم وانا امشي انس للنفس، شراحه والله على طول، كل قطعه تردني بزمن معين، حمست زاويه معينه. اي والله يا ريت
اتشرف فيكم كلكم باشر. عساك على القوه، عساك على القوه مهندس. ويحييكم ويبارك فيكم. مهندس وليد خالد المجني، احنا سعيدين، المتحدث الرسمي باسم الهيئه العامه للصناعه، سعيدين بتواصلك وسعيدين بهذه المشاركه، واسال الله يوفقكم في فعاليه يا حلو تراثنا مع الشباب مجموعه اكسبو 965. عساكم على القوة وبالتوفيق. طبعا 965 هما الاسم مستوحى من فتح خط الكويت، عدل؟ انه هو فريق صحيح هم، ايوه هم فريق كويتي بحت من عدد 180 شخص ومشهر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من 2016 هم مشهورين ما شاء الله. اي نعم، من 27/3/2016. نعم، وما ما شاء الله اعمالهم مشكورين، ما قصرتوا على هذه الاستضافه. يا هلا ومرحبا، الله يحفظكم ويبارك فيكم. شكرا لك. شكرا 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 يا اخي. حلو مثل المتاحف هذه ويجتمع فيها اصحاب الحرف اليدويه.